بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا أين نصيب فنلجأ، وحذرنا مما فيه خطأ فنحذر. آمين يا سيدنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قلنا عن الكرب العكس، بذا العكس مما نهى ربنا عنه. وقل لهما قولا كريما، قول حسن الكريم ما يبرز إلا من حسن القول وكرمه. مبتعد الكرم، ربي اسمه الكريم، وكرم الله يعطي بدون حساب، ما غير ما تطلب كذلك فهو كريم. بينما ربما السخي يعطيك بلا حدود إذا كان سألته ذلك، أما الله من غير ما تسأله يعطيك وزيادة. ونعرف قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أمين الوحي، كيف قال له: يا إبراهيم ولا يا خليل، ماذا تسأل خليلك؟ فما كان جوابه إلا أن قال: علمه، أي خليلي سبحانه وتعالى، بحالي يغنيها سؤاليا وعليم بكل شيء، لماذا أسأله؟ وإحنا أهل الإسلام، أهل محمد عليه السلام، إحنا بنطينا ذي، إحنا مش لازم أعلى بطين بدور نذكروه، يعطينا ما يعطي السائل. هذا حديث قدسية، وتحدثنا في ذلك مرارا. نعاود حول الله، لكن للآية أخرى نعاود، والعون دائما مبارك من دون المبارك سبحانه وتعالى.